تاريخ الإسلام القاعدة رحمة بالشعوب، والاستثناء بعض المنحرفين عندنا في التاريخ مثل ما هو موجود اليوم، ممكن يمارس ما بيمارسه الكفار. لكن الغرب على فكرة، الغرب خصوصا المسيحي، وما تستثنيش اي كافر على فكرة، ما تستثنيش اي كافر. يعني لما دخلت اليابان الصين في الحرب الصينية اليابانية، قتل من الصينيين اكثر من 5.5 ملايين. اليابان بشعت، اليابان لما في الحرب، يعني مش كل كافر هيك بمارس، كل كافر هيك بمارس عبر التاريخ كله، كل كافر هيك بمارس. المسلمين هم الوحيدين عبر التاريخ كله في كل معاركهم كانوا اذا عاهدوا وفوا، وفي اخلاق، مسألة رجال نساء اطفال كذا، هذا ما ممكن. والطريقة اللي بتصير، المسلمين هم الوحيدين اللي بيستثنوا. لما تيجي للهندوس ايش عملوا برضو، تدرس تاريخهم شو عملوا. اليابانيين لما احتلوا الصين، الصين في تركستان الشرقية شو بيعملوا. طيب ممتاز، لاحظوا حتى الروس في ذاتهم انفسهم قتلوا شعوب كثيرة على فكرة، وقتلوا بعضهم البعض. تمام، امريكا واكتشاف الامريكتين وكم مليون، وفي بعض الناس قال في يوم من الايام جادلني لما قلت انه قتل في امريكا الشمالية والجنوبية من قبل الغربيين 120 مليون من هالبسطة اللي هم شو سموهم الهنود الحمر، يا حرام قتلوا منهم، كانوا يبشعوا بطريقة عجيبة. بعض الناس كان قال لي ما اظنش، لا في احصائيات بتقول 150 مليون كمان، انا بس دائما بختار الاحصائيات الاقل لان غالبا بتكون اوثق شوي. 120 مليون في زمانات نابليون لما اجاكم هون في يافا، حاصر يافا لما اجى نابليون هون، حاصر يافا بعدين اتفق مع الحامية، مع الحامية انها تسلم مقابل ايش؟ حفظ دمائها، حفظ دمائها. نابليون قتل بعد ما استسلموا، قتل 4100 واحد، قتل 4100 واحد بعد ما اتفق انه يعني يسلموا. صلاح الدين لما اتفقوا معاه يسلموا ما قتلش واحد، ما قتلش واحد. تمام، عكا بعد استرجاع القدس، بعد استرجاع القدس صار الضج في اوروبا، واجت الحملة الثالثة بقيادة ريتشارد قلب الاسد، احتلوا عكا 1191 ميلادي، قتلوا في داخلها 3000 انسان. ما هو بجوزش اكثر وقتها، فيش اكثر بجوز. الصليبيين لما اجوا في القدس هم بيقولوا قتلنا 70000 رجال نساء كذا، ما فيش، قتلنا 70000. تدرس تاريخهم على فكرة، ولليوم هيكم انتم هيكم بتشوفوا، لان بعض الناس بظن انه يعني مع التقدم الحضاري والكذا الاخري، يرضونكم بافواههم وتأبى قلوبهم. ولذلك لما بيظهروا على حقيقة، هاي في مفترق الطرق ما فيش. هم على فكرة كانوا يبدو متحكمين فينا عن طريق النواطير، لما احنا ثرنا قالوا لك وين رايحين هذول بدهم يتحرروا عن جد، ليش، وشو باقي عمل لهم الاسد؟ موفر لهم كل شيء. هاي الجملة انو اللي سلمها ابوه سلمها على فكرة، واعلن عن سقوط الجولان، والجولان ما كانت ساقطة، وكان الجيش السوري لا يزال في الجولان، لما اعلن ابوه في الاذاعه ان سقطت الجولان. تمام، الجيش موجود في الجولان واعلن سقوطها. ومن يومها ولا طلقه، واي واحد كان يمر عبر الحدود ينوضع في السجن بلو محاكمات عشرات السنين. تمام، والان اما هذا الكلام اذا مجرد كلام، اي واحد الغرب بيعطيك كلام وهم بيعطوك كلام والى اخره، واللي بتعاني الامه، الان من مين هو؟ وهذول كانوا راهنين الامه.